السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. إذن كنقول لكم مرحبا بكم إخواني أخواتي في آخر المستجدات والأخبار اللي توصلنا بها من مصادر مقربة من هذا المغني الحمزاوية. هذه الأخيرة إخواني أخواتي، وبعد تعرضها للكسر الأسنان ديالها والطبيب اللي حدد مدة العجز في 12 يوم بسبب مضاعفات يعني اللي تأثرت بها، واللي كان راجع بالأساس كذلك لكثرة العملية التجميل، واللي وصلت لأكثر من 14 عملية تجميل اللي كانت قامت بها يعني منذ بداية الشهرة ديالها يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وتخرجها من أرب أيضا. فهو كما هو معلوم السيدة اللي كانت كتحاول أنها تغير من الملامح الوجه ديالها اليوم إخواني أخواتي بسبب هذاك التعرض الهجوم اللي تعرضت له داخل الكباري. وهذا الخبر إخواني أخواتي اللي ما قدرش أن المغنية يعني تكشف عليه يعني مباشرة المواقع أمام وسائل الإعلام، خوفا يعني من المصالح ديالها وخوفا من الشوهة اللي هي أصلا إخواني أخواتي كتحاول ما مرة أنها تخلي العلاقة ديالها مع الجمهور على حسب ديالها تكون على أحسن ما يرام. هذا وقد تم يعني استدعاء كل الشهود اللي كانوا حضروا هذيك الواقعة داخل الكباري، الناس اللي كانوا حاضرين وشافوا الواقعة يعني داخل الكباري، كذلك الحارس الشخصي ديال هذيك المغنية اللي كان حاضر إخواني أخواتي، اللي كان يعني كشف مجموعة من الناس اللي كان شاف كل شيء اللي دار داخل الكباري، وكذلك إخواني أخواتي المشبه به الرئيسي اللي كان في حالة سكر علني لحظة الاعتداء على المغنية. وكما هو معلوم يعني هذيك القنينة ديال الخمر اللي كان شير عليها وجات في السنان ديالها، هذا احتجاجا على يعني الغناء، أو ربما أنه ما كانش حامل أصلا أن هذه المغنية تكون حاضرة في هذا يعني في الجلسة اللي كانت في الكباري. وراكم عارفين اخواني اخواتي كان دائما كتغني الراي، تغني الشعبي وتغني يعني السيده مخلطاها. هذا على سبيل المثال يعني السيده يعني بغات تسترزق الله يعني، وهذا شغلها وهذه المهنه الوحيده اللي حاولت انها يعني تستمر فيها، خصوصا وان القضيه ديال الحساب حمزه مومبيبي اللي فضح يعني كل ما هو مستور واللي خلاها شوها امام العالم خصوصا الدول العربيه وكذلك المغاربه اللي دائما كيطالبوا انها تدخل للسجن. يعني وحنا كمتبعين هذه القضيه كنطالبوا ان القانون ان القضيه ديال محكمه النقد والابرام تقول الكلمه ديالها الاخيره بهذا الخصوص. فاليوم تفاجئنا إخوان إخواتي بأحدث ظهور ديال هذه المغنية لمواقع التواصل الاجتماعي في رسالة غير مباشرة يعني لواحد القناة اللي هي معروفة يعني واللي تحداتها أنها تبان على المباشر. فحتى ديك التأخير ديال هذه المغنية الظهور ديالها امام يعني في هذا المواقع التواصل الاجتماعي كان متاخرا نوعا ما بسبب يعني العلاج ديال اللي اتخذها. يعني حتى الطبيبه اللي كانت حاولت انها تعالجها يعني حاولت انها تسرع يعني من وتيره العلاج باش تبان وتخرج، ولكن راهي تفضحات اخواني اخواتي كما شفتوا يعني ديك الضرب اللي في عين ديالها واللي كانت هي الحقيقة ديال تعرضها للهجوم. وهذا الشيء يعني صراحة راه ما فيه لا كذوب، ما فيه حتى شي حاجة من هذا القبيل، السيدة فعلا تعرضت للهجوم. فالمغنية اللي مازال إخواني إخواتي كتوصل بواحد المكالمات هاتفية اللي هي مجهولة تهديدية، أكيد أنها كتعيش حالة من الرعب. السيدة راه خايفة على راسها. السيدة إخواني إخواتي راه ضحايا ديال هذاك الحساب حمزة مومبيبي، راه كل عائلة كتلقى عندها يعني أو كل ضحية من هذا في هذا الحساب حمزة مومبيبي كتلقى عائلة فيها 20 واحد ولا سميتو، فلا بد أنهم يعني كيحاولوا أنهم ينتقموا من هذه السيدة سواء عبر مكالمة هاتفية سواء مباشرة يعني تهديدات مباشرة.
فحتى انها تعرضت مؤخرا اخواني اخواتي في واحد المهرجان في السعيديه وكذلك مهرجان تيفلت اللي ما وصلتش اصلا، وكانت واحد رساله غير مباشره لها انها تفادى الحضور ديال هاد المهرجانات. وبالفعل السيده توصلت بواحد المكالمه هاتفيه وقالوا لها بعدي من هاد المهرجان، راه كاين ناس محتجين وراه موجدين مطيشه وموجدين البيض دي راه غيتكرفسوا عليك. وهنا فين رجعت السيده، يعني رجعت انها تحيي السهرات داخل الكباري. وبالفعل اخواني اخواتي داكشي اللي تجنباتو فحصل لها يعني داخل الكباري، وهذه المفاجاه يعني فيما مشات راه دائما كتعرض للهجوم من طرف هاد الناس. اخواني اخواتي المغنيه كذلك تتهم صاحب الكباري، صاحب الكباري اللي كتهمه على اساس انه وراء هذا الاعتداء، يعني هذا اتهام خطير. يعني راه الفرقه الوطنيه النيابه العامه غتقوم بالابحاث ديالها وتكشف الحقيقه، وراه كاين الكاميرا يعني اللي هي داخل الكباري اللي مسجل كل شيء، يعني هاد الواقعه والشهود العيان اللي كانوا حاضرين بالفعل داخل هاد الكباري راهم كشفوا على مجموعه من اشياء اللي ربما يعني توصل شكون اللي حرش بالفعل هذاك السيد، وشنو السبب اللي خلى انه يشير على هاد المغنيه. وهذا السيد اخوان اخوات اللي ربما غتكون عنده مبررات على اساس انه كان في حاله السكر وما شعرش، وانه بزاف المسائل اللي غيخلي انه يخرج من هاد القضيه، ولكن القانون اللي ربما غيحكم عليه. فاليوم اخواني اخواتي المدير واحد القناه اللي هي مشهوره واللي حالف انه ينشر ويفضح كل الحقائق اللي هي الصادمه على هاد المغنيه وكذلك الحساب حمزه مومبيبي، واللي غيكشف المدبر الرئيسي اللي كان كيسير هاد الحساب، لانه هاد السيد لانه عنده ما يفيد، خصوصا انه كانت واحد الحرب كلاميه هذه مده طويله بعد ما انفجرت هذاك القضيه ديال حمزه مومبيبي واللي كان دائما المغنيه. فالاكيد انها ما كتحمش هاد القناه بالضبط، لان هي العدو اللدود ديالها كتفضحها وكتكشف، يعني ان هادشي كامل يعني اللي خلاها انها يعني تخرج على المباشر وتقول لهم انا بخير وعلى خير. ولكن راه تفضحات اخواني اخواتي، وتاكدنا فعلا ان ما تم نشره في هاد القناه المشهوره هو فعلا ان هاد المغنيه تعرضت للضرب والجرح. فكنشوفوا ان مجموعه من الاخبار المتداوله، كل واحد شنو كيقول، شي كيقول ان مباشره من خروج المنزل ديالها يعني تعرضت لمجموعه من الاشخاص وتبادلت يعني معهم اللكمات. فهاد الاخبار اخواني اخواتي ربما هي غير موثوقه وغير يعني مؤكده تم النشر ديالها، ولكن الخبر اخواني اخواتي اللي هو اكيد وصحيح هو تعرضها للضرب من طرف، يعني ماشي ضرب، انما السيد اللي كان سكران يعني داخل الكباري شير على ديك القرعه يعني وجهتها للسنان، وتم يعني فين وقعت هذه الواقعه. وهذه الحقيقه اخواني اخواتي، وهي الاحداث اللي مازال يعني ما تمش الكشف عليها في مجموعه من المنابر الاعلاميه. فالنيابه العامه الفرقه الوطنيه اللي استدعت جميع يعني هاد الشهود وكذلك صاحب الكباري وكذلك المغنيه اللي هي حتى هي رمشات، يعني دلت بالاقوال ديالها. كذلك هذيك الشيء كانت متبادله ما بين يعني هاد القناه المشهوره وكذلك مع المغنيه، كل واحد وضع الشكايه ديالو لدى النيابه العامه. وهنا في غتبان الحقيقه ونكشف حقائق اللي هي صادمه. كل واحد شنو كيقول اخواني اخواتي، كل واحد شنو كيقول، تيقول ربما هادو اعداء النجاح اللي خلاو انهم ينشروا هاد الاخبار. اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش عندنا باللايكات ديالكم وبارطاجي لكم هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.